مرحبا بكم في قناتي مرة أخرى. اليوم غادي نوجدو غريبة ديال اللوز والكركاع في الكويرطات. كتجي معلكة ولذيذة بزاف وكتعطي كمية كبيرة وكيجي المنظر ديالها مختلف أكيد. المكونات المضبوطة غادي تلقاوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو أو في التعليق الأول. المكونات هما هادو. أول حاجة غادي نبداو بسكر كلاسي اللي غادي نغربلوه باش ميبقاوش فيه الكويرات. غادي نزيدو عليه اللوز مطحون بالقشرة ديالو بلا محمر والكركاع والطحين، شوية ديال القرفة أو السكر الفاني إلا ما كتعجبناش القرفة، معلقة كبيرة ديال العسل أو مربى ديال الحلوى العادي، خميرة ديال الحلوى، معلقة كبيرة ديال الزبدة ما تكونش عامرة حتى الفوق، والبيض. كنخلطو البيض عاد كنضيفوه على العجين لأن نقدرو ما نستعملوهش كامل. كنبقاو كنخلطوه حتى كنلقاو أن العجين ولا كله مجموع، وخا يكون كيلصق في اليد ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا بقالي هادشي شوية البيض ما غاديش نزيدو، وهذاك الخليط كتغطيوه وتخليه واحد 15 دقيقة جانبا. من بعد كنديرو على شكل كويرات، القياس ديالهم 10 غرام في الوحدة. كناخد شوية ديال المزهر كندير فيه يدي، كنعاود نكور الحلوة كنديرها في السكر كلاسي ومن بعد كنديرها في الكويرطات. كنستمر هكذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كنسخن الفرن على درجه حراره 170. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء اللي بالمروحه كنشعلو لتحت والفوق، كنشغلو المروحه كنخليوهم 8 ديال الدقائق. اما بالنسبه للفرن ديال الغاز فكنطيبوه بالطريقه ديال الطياب الغريبه، من الفوق عاد من التحت، وما نفوتوش 10 ديال الدقائق باش ما تقصحناش الحلوه. بعد ما كتخرج الحلوه كيجي المنظر ديالها زوين، كتجي لذيذه بزاف ومعلكه كيف ما كيبان لكم. نتمنى الوصفه اليوم تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، وقبل من هذا نتلاقاو في التعليقات.